Zij is goed. Zij is goed. Hallo. Hallo, سهلا. شنو امورك يا ولد مبارك؟ ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا زين العرب؟ ازيك ازيك امورك يا مخيك؟ قول لي شنو يا ولد مبارك؟ شنو يا اخي؟ هيا هيا وسرقت الخطاب. قلت ايه؟ سرقت لك خطاب؟ انت بتحاسبني على خطاب يا زين؟ طب روح حاسب نفسك على اللي سرقه من بلدك. بالله وتسمع فيا في الكلام يا ولد مبارك. يا ولدي اسمعني واسمع نصيحتي يا ولدي. افصع من الاول راهو زايد الخطاب. اسمعني افصع خيرك، راهو خطاب يا سيدي بلبزها. ارجوك يا زين ما تخلي نصيحتك عندك، انصح نفسك. انا اقدم منك في الحكم، انا 30 سنه، انت صغير في الحكم، انت 23 سنه. شو وليد حكت فيا قداش من عام؟ انا 23 سنه والحمد لله اللي لميته انا ما تهزمش كم وانت في 100 سنه الحمد لله. انا قتل عندي الانساب يهزوا معايا. اما شوف روحك انت ابكي على روحك. اوكي يا زين العرب انا فهمتك وفهمت الجميع. يلا قول لي. الحمد لله انت خبرتك كبيره في الهروب. طب قول لي اعمل ايه ارجوك؟ صح هكا رجعت لكلامي. يعني عندي تجربه. اول ما تعمل توا تمشي تخرج وتحط جماعتك هما في الحكم، فهمتني؟ قول لي محضر انت ميليشيا غادي ولا ليه؟ ميليشيا؟ ايوه عندي ميليشيا. انا مكلم الواد علي الصنباطي تبعي بتاع الامن الرئاسي، قال لي حيفتفتهم جميعا. باي اسمعني يا صنباطي وقول لي جماعه ترسيدي مصر باهين، عامل لهم لهوات السيرفور باش كي تمشي يقعدوا ديما يعيطوا باسمك ولا؟ ايوه يا زين انا عندي الارسيدي. وبعد خطابي الاخير خرجوا للقاهره وكل المدن المصريه بالسيارات وبالمزامير وكله بيغنوا باسمي. يا ولد مبارك غلطه عملت هذيك، ما كرمش خرجوا يزمروا بالكلاب، راهو الشعب فايق بها. كان عملتها في تونس وفاقوا بها. انت غلطه الكبيره اللي عملتها. انا على الاقل قلت لهم فهمتكم، انا عندي 10 ملايين شعب. انت قلت لهم فهمتكم 80 مليون، اش يفهمهم؟ طب الحل ايه يا زين دلوقتي؟ شنو قلت لي شنو الحل؟ الحل سهل، سيب روحك واضحه زايد الحكايه، حكايه الحزم وفهمتكم راهو زايد. اجى هنا في السعوديه والفرش موجود والاخر اهرب بجلدك. قلت ايه يا زين؟ اجي للسعوديه؟ يعني انا حصير مخلوع زيك؟ مش حصير انا رئيس مصر؟ يا ولد مبارك ما عندناش حل اخر، لازمك تهرب بجلدك. عامل كيف يعني؟ اقعد تخلع تاني وتكمل تخلع عندي ولي ما عادش يقولوا لا نهارك زين لا نهارك مبارك. ايها المواطنون ايتها المواطنات وراس لحنينا لن اعود. سايس خوك. سايس خوك.